دي سامية مرات مجدي، عارفينه طبعا. بعد ما عملت أكلة محشي دسمة ومعتبرة وكلوها، قامت عملت كوبتين شاي أخضر عشان تحرق الدهون. بس الشاي الأخضر مش هو العصاية السحرية اللي هتنزل المعدة وتقضي على كل اللي كلوه. كل اللي الشاي الأخضر بيعمله إنه بيزود معدل الحرق، وممكن يستفادوا منه لو شربوا 3 كوبايات في اليوم. بس المفروض ما يزودوش عن كده، عشان ممكن يسبب صداع وحموضة وعدم انتظام ضربات القلب. دي جريمة من جرائم مجدي وسامية مراته. قولوا لنا، بتشربوا شاي أخضر بعد الأكل ولا لأ؟